السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح كم عدد كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان الطبيعي. كما نعلم أعزائي بأن معظمنا يواجه انخفاضا أم ارتفاعا في كريات الدم البيضاء للأسف، والتي تسبب لدينا ولديكم مشاكل عديدة. تقريبا يجب أن يكون ما بين 4000 إلى 11000 خلية دم بيضاء في الدم، أي ما يقارب تقريبا 1% من نسبة الدم بأكملها. وأثناء تعرض الجسم لعملية هجوم، كما نعلم بأنه يرتفع هذا العدد قليلا لمواجهة الالتهابات ومواجهة هذا الأمور، فبالتالي من يجد بأن جسده يوجد فيه ارتفاع كبير في كريات الدم البيضاء، يعني أنه يعاني من التهاب أو عدوى فيروسية، ومن يشاهد انخفاضا من الممكن أن يدل على ضعف مناعته. إلى اللقاء.